داخل هذه القاعة الصغيرة يجتمع عشرات المصابين بالثلاسيميا كل يوم لتعاطي الدم بسبب هذا المرض. أطفال يقاتلون من أجل البقاء في ظل ظروف مأساوية صعبة ووضع اقتصادي يواجه عوائلهم. وما بين مطرقة المرض وسندان الحاجة يلين الحديد قهرا على الحالة التي يعيشونها اليوم. لأن دول الأطفال يعني شبه المرض الثلاسيميا السرطان بطيء، يعني كل 15 يوم نضيف لهم دم. وأنا أبسط واحد، أنا عندي 3 أطفال ثلاسيميا. يعاني المرضى من نقص عقار الدسفيرال الذي يشكل أهم الأدوية في تخفيف نسب الحديد في أجسادهم، والذي يتراكم من جراء عمليات تعاطي الدم المتكررة. وهذا الدواء هو تخصصي ولا يتوفر حتى في الأسواق السوداء. وهنا في الموصل هنالك أكثر من 1200 مريض بحاجة إليه حتى لا تتدهور حالتهم الصحية. الحديد اللي هو يعتبر مادة سامة للجسم متودية له أعضاء الجسم في الكبد والقلب ومعظم الأجهزة الحيوية في الجسم. فبهذا الحديد يحتاج إلى علاج الديسفيرال اللي هو مذيب للحديد. ونعاني بصورة رئيسية حاليا من نقص علاج الديسفيرال في مراكز نقل الدم. أنا أمي مريضة عندها وليد صغير ما يقدر يشوف. حياة هؤلاء الصبية والفتيات معلقة بأكياس الدم هذه، وبعض العوائل لا قدرة لها على دفع تكاليف نقل أطفالهم بين فترة وأخرى إلى مركز تعاطي الدم، خصوصا أن غالبية المصابين بالثلاسيميا هم من سكنة الأقضية والنواحي في عموم نينوى. احنا علاجنا علاج تخصصي ما متوفر في الصيدليات الخارجية. معظم العلاج علاجنا يجينا عن طريق وزارة الصحة. العلاج الطارد الحديد اللي هو يسموه إكس جاد، هذا متوفر ما انقطع يوم عن المرضى، يستلموه حسب الجرعة العلمية اللي يحتاجوها. لكن عندنا شحة في عقار الدسفيرال اللي هو الفيال، هذا كفاءته أعلى، ونضطر في حالات تراكم الحديد العالي لدى المريض أنه نستخدمه. وفي ظل كل ما يعيشه مرضى الثلاسيميا فإن الدعم الحكومي لهم شبه معدوم، في وقت يوجد في عموم العراق أكثر من 20,000 مصاب بهذا المرض بحسب الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة العراقية. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.